إذا كان هناك تعريف للشخص الغني، فالغني بما يعطي وليس بما لديه. فالشخص فينا بيبقى تصنيفه يعني أنه شخص قادر على العطاء، ده يبقى شخص غني جدا ومكتفي جدا. مصر طول عمرها الدولة الغنية جدا جدا بكل أنواع الفنون، مسرح، سينما، دراما، موسيقى، كل حاجة حلوة في الفن تفتش عليها تلاقيها. بس بقيت مشكلتنا احيانا في الفتره الاخيره انك محتاج تفتش قوي عشان تلاقي الحاجه الحلوه، ولانه المعروض كتير، وده شان الحياه وطبيعه التقدم اللي حصل في الدنيا، فبقينا بنتلخبط. فبقت القنوات تجتهد جدا 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 عشان تدور لك في وسط الكتير اللي معروض على اجمل حاجه موجوده. وبقت المسرح مهمته صعبه جدا، انه يضحك الناس في ظل الناس ذوقها اتغير وظروفها اتغيرت وطريقه اقبالها على المسرح اتغيرت. فاكرين الأزمات الكتير اللي كنا نتكلم فيها عن علاقة المصريين بالمسرح، وقد إيه إذا رجعنا نتذوق الفن ونتذوق الثقافة، وإذا رجعت العيلة تروح السينما وتروح تحضر حفلة في الأوبرا، فيبقى إحنا كده حافظنا على الهوية المصرية. اللي فاكر إن إحنا كتير وسنين كنا نتكلم في الحكاية دي، كمان متابع أكيد إنه كل حركة إحياء للمسرح كانت محتاجة زقة كمان من التلفزيون. معظمنا ما اتفرجش على مسرحيات شهيرة جدا جدا واحنا حافظينها صم كلمة كلمة، ما رحناش شفناها في المسرح لكن شفناها من خلال التلفزيون. عشان كده الخبر اللي جاي ده مهم جدا جدا. لما نقول انه تلفزيوننا، قنواتنا، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت انها تتعاون مع وزارة الثقافة بشراكة كده ثقافية، خلينا نسميها، ما هو روافد الثقافة هي شاشات التلفزيون. فخبر الشراكة النهاردة مهم جدا ومبهج جدا لأي حد بقاله سنين مستني الفكرة دي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقعت مع وزارة الثقافة بروتوكول للعرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة، الحفلات اللي موجودة على مسرح الدولة، الفعاليات اللي بتنظمها دار الأوبرا المصرية، كل أنشطة الوزارة في المحافظات. لو برضو حضراتكم فاكرين لما كنا بنشوف قد إيه المحافظات غنية بفن، فالحقيقة أن الشراكة دي كنز، ثروة تقول لنا أو هترجع تفكرنا أننا أغنياء بالفعل. إحنا لسه مش بنحاول ندور لنفسنا على هوية ولا ميزة ولا بندور على منتج، المنتجات موجودة بالفعل. التعزيز دور الثقافة والدور اللي موجود بالفعل على الأرض في وزارة الثقافة بمنصاتها المختلفة، بأصول الثقافة بقى، بكل ما يعرض في مسارح الدولة، ده خبر عظيم جدا. عشان كده محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنه. معانا على تليفون المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل اللي سيشرف على النقل التلفزيوني لهذه الفعاليات. مساء الخير الأستاذ الكبير محمد فاضل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء النور. الخبر مبهج جدا بالنسبة لنا، وحضرتك بتاريخك الطويل في العمل الدرامي ونقل فعاليات بهذا الحجم، بالنسبة لحضرتك كان مشروع تم الإعداد ليه بقاله وقت، تصورك لأفضل صورة يخرج بيها أعمال مسارح الدولة هيكون إزاي؟ والله احنا فضلنا وقت طويل ما ننقلش. كان زمان في بدايات التلفزيون حتى ايام الابيض والاسود كنا بننقل مسرحيات الدوله. جه حصل كده بعد مده طويله بقت كل المسرحيات تتنقل لعده اسباب بقى، يا سبب اقتصادي يا سبب فني كده. لكن فعلا البروتوكول ده انا رايي بيعمل نقله كبيره جدا في الحياه الثقافيه في مصر، لانه اما هتتنقل كل مسرحيات وهتنقل من خلال الشركة المتحدة. أعتقد الشركة المتحدة بإمكانياتها الكبيرة هتقدر تنقل المسرحيات دي كمان بشكل جيد، يعني مش بشكل كده تجاري أو فده أولا. ده عامل أرشيف عظيم جدا للمسرح المصري في الفترة دي، وإن شاء الله يعني أتمنى أن وزارة الثقافة يعني تتكرم وتعمل لنا ريبرتوار لمسرحيات ما اتصورتش. ايوه، ما ده اللي عايز اسال حضرتك فيه. انا عندي معلومه حضرتك صححها لي، انه في مسرحيات قيمه جدا 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 خلصت وما اتصورتش تلفزيونيا. وبعدين ممكن كمان نعمل
بريبرتوار من المسرح القديم بممثلين جداد، وده بيحصل في كل انحاء العالم. يعني لحد النهارده نشوف مثلا هاملت شكسبير اتعملت بكام كاست في انجلترا وفي امريكا وفي كل بلاد الدنيا. فده برضو من الحاجات المهمه اللي في اعتقد تبقى ان شاء الله في الحسبان، مش مجرد بننقل المسرحيات الموجوده حاليا وبس، انما بنسجل تراث ما وصلش للاجيال الجديده، او كان متصور ابيض واسود مثلا. بالظبط. فبيتصور بالمعدات الحديثه اللي متوفره طبعا عند الشركه المتحده، وده اعتقد اضافه مهمه جدا جدا جدا. المنتج الفني، يعني راي حضرتك انه التاثير اللي هيحصل على المنتج الفني حتى الجديد اللي بيعرض على مسارح الدوله لا انا رايي كمان ده هيعمل نوع من ايه؟ تنشيط الدراما. الناس فاكره ان الدراما مسلسلات بس. لا، ده الدراما اساسا مسرح. فلما المسرح يتنقل بصوره جيده ويوصل للمشاهد بشكل فني جيد، انا اعتقد هيخلي كمان يرتفع بالذوق العام الفني او الدرامي، لان معروف ان المسرح هو ابو الدراما يعني هو اساس الدراما. فده هينقل الجمهور نفسه، هيتذوق الدراما التلفزيونيه بشكل تاني كمان. هيبقى في يعني هو من كل نواحي انا اعتقد اضافه. ايضا حاجه مهمه جدا، هيقدم للمشاهد ممثلين المسرح الجداد ومؤلفين المسرح الجداد ومخرجين المسرح الجداد. يعني لانه المسرح خصوصا في وسط بقى زحمه المواصلات لا احنا هنودي المسرح لحد الناس في بيوتها. فده يخليهم ممكن ينزلوا بقى هم بعد كده يتفرجوا على المسرح. ده حقيقي، ويعني بأثمن كلام حضرتك. واحنا فعلا احنا اجيالنا مثلا شفنا معظم المسرحيات العظيمه اللي مأثره في شخصيتنا من خلال التلفزيون، فده بعتقد انه دور سيعاد تجديده. بشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل. المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للعمليات بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، خير من يطلعنا على التفاصيل، لانه تفاصيل المشروع ده كبيرة جدا، وتقدر كده تتخيل بحسبة بسيطة عروض الأوبرا اللي مهتم بالأوبرا يومية، عروض المسرح القومي دورية ومنتظمة، عروض مسارح الدولة وقصور الثقافة متشعبة في 28 محافظة. المشروع ده كبير، فإزاي هيتم نقله؟ إزاي هيتم التنسيق واختيار الأعمال؟ مساء الخير أولا، وسعداء جدا أنه حضرتك ممكن توضح لنا كل التفاصيل دي، وأولا مبروك على هذه الشراكة القيمة. مساء الخير دكتورة، شكرا على هذه الاستضافة، وخليني أكمل على كلام مخرجنا الكبير الأستاذ محمد فاضل، وأقول لك أن النهاردة البروتوكول ده بيتيح محتوى ثقافي من نوع مختلف على الشاشات المختلفة للتلفزيونات اللي موجودة معنا في مصر. النهاردة أنا لو بتكلم على مسرح، المسرح ده بياخد 400 كرسي. أنا النهاردة خلي المسرح ده موجود عند عشرات الملايين يقدروا أن هم يتفرجوا عليه. المسرح، الحفلة الكبيرة اللي بتتعمل في الأوبرا بأحد النجوم الكبار ويحضرها 2000 واحد، أنا هنقلها للمواطن اللي عايز يتفرج على هذه الحفلة في أسوان وفي الوادي الجديد وفي الأقصر وفي البحيرة وفي كل حتة. فأنا النهاردة البروتوكول ده بيتيح للنوافذ المختلفة اللي موجودة عند وزارة الثقافة، اللي كلها كانت موجودة في إطار المسرح أو المكان، محدودية المكان اللي بتقدم من خلاله. أنا النهاردة من خلال وسائل إعلامية بقدر أن أنا أنقل ده، بحيث أن يبقى في نقل تلفزيوني محترم لهذه الفعالية. الحاجة المهمة اللي نقدر نتكلم عليها كمان دلوقتي هي أن أنا النهاردة زي ما حضرتك ذكرتي قصور الثقافه اللي موجوده في مختلف انحاء مصر، ده في طابور من المواهب يا باشمهندس مستني الفرصه دي. المواهب دي فعلا في قصور الثقافه بيتم عمل مسابقات دائما ابدا، يعني مش عايز انكر جهود وزاره الثقافه في هذا، ان هم بيعملوا اصلا مسابقات عندهم. بس هي المسابقه بتقف عند حدود المدينه.
انا النهارده هنقل المسابقه اللي بتقف عند حدود المدينه دي، لان هي تبقى المدن كلها، تبقى المحافظات كلها، فلما يبقى كل دول مجتمعين مع بعض اقدر اطلع بمواهب لمصر الناس كلها تشوفها. النهارده بدل ما تبقى مسابقه في قصر ثقافه في اسيوط بيتسابق فيها 30 متسابق بيشوفهم 200 واحد جوه المسرح، انا النهارده هقدر ان انا اخد دي، لان يبقى بيشوفها ملايين، ويبقى فيه اكثر من حكم من الحكام الكبار من الفنانين الكبار هيقدر يشوف المواهب قدامه بالظبط، مش هيبقى بينقض عنها طوال الوقت. وده كنا بنسمعه كمان يا باشمهندس، عفوا يعني عايزه بس اكد على جمله حضرتك دي، لان كنا بنسمع كتير قوي من مخرجي الدراما كان يقول انا كنت اروح المسرح ادور على وجوه جديده، فسهلناها كمان وسعنا الاطار. انا فاهم حضرتك الفكره كلها ان انت بتوسعي المساحه اللي الناس بتقدر انها تشوف من خلالها، وده يعني امر مهم جدا، لانه بيدي بعد ما كانش موجود اصلا. البعد ده بيخلي ان الـ 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 التعامل مع هذه الفعاليات المختلفه، ودي فعاليات كثيره جدا، وزي ما حضرتك كنت بتقولي تقريبا الاوبرا بتشتغل 250 يوم في السنه، وكذلك المسارح وكذلك قصور الثقافه. فطبعا المحتوى هيتم بشكل معين، يعني بطريقه معينه هيتم بالزبط. طريقه تنقيه معينه بحيث ان هو يظهر في الصوره الابهى على التلفزيون، بحيث ان يبقى في استفاده من هذا البروتوكول اللي موجود على شاشات المختلف. سؤال اخير يا باشمهندس يخص اللوجستيات، يعني باقه قنوات المتحده وتعدد القنوات ممكن يخلينا نبقى عندنا كده فضول نعرف على اي القنوات هتبقى هذه العروض، ولا هيتم توزيعها على اكثر من قناه من قنوات الشركه المتحده؟ لا يعني احنا يعني لسه بقى ما بنعملش يعني طريقه انها تبقى موجوده على قناه واحده او كده، لا ده طبعا مش بيحصل. بيحصل تنوع بين القنوات، وبيحصل تنوع بين الشاشات، وعلى حسب المحتوى وعلى حسب القناه بتخاطب مين، ويعني ليها بحوث ودراسات مختلفه لحين حيز التنفيذ باذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأجيال كتيرة جدا من الموهوبين والفنانين بتشكر حضرتك والشركة المتحدة ووزارة الثقافة على تعاون ناس كتير جدا ستستفيد منه. شكرا جزيلا. مهندس حسام صالح مدير تنفيذي العمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جملة صغيرة بس عشان احنا نتخيل حجم المردود الثقافي اللي ممكن يحصل. الثقافة، الإعلام، الرياضة، التعليم، دول شوية الحاجات أو جزء من، مش جزء، ده الجزء الأهم من تكوين الشخصية. فكل ما بقى عندنا أدوات لتكوين الشخصية المصرية، كل ما يقل الخوف والهلع والقلق من أي رافض غريب بيجي علينا، إن احنا نخاف قوي على أولادنا من ثقافة وافدة غريبة مش مظبوطة. كل ما تزود إمكانياتك في أنك تبني الشخصية وأنه ديك سيطرة على الشخصية المصرية، كل ما نبقى مطمئنين. عشان كده احنا فرحانين بزيادة أنه الثقافة تاخد مساحتها المستحقة على شاشات القنوات.